سبت الشغل ليه؟ طنط عايزاك. ازيك يا ايه يا اختي، عامله ايه حبيبتي؟ اهلا اهلا، ازيك يا نادي حبيبتي؟ اقعدي، عامله ايه؟ الحمد لله، كان عندي شغلانه جنبك كده خلصتها قلت اجي ابص عليك. ربنا يخليكي ليا يا حبيبه قلبي يا رب. حبيبتي مالك زعلانه ليه؟ النهارده فات على غزل من يوم ما تاهت 5 سنين، يعني هي دلوقتي بقى عندها 8 سنين. شفتي كبرت بعيد عني، وانا كمان نزلت اعلان على النت اللي هيلاقيها هيديله 100,000 جنيه. كام؟ 100,000 جنيه. 100,000 جنيه يا آية؟ أيوة، أنا أعمل أي حاجة عشان غزل ترجع لي وتبقى معايا تاني. أنا نفسي أخدها في حضني والله يا ندى، وحشتني قوي قوي. إن شاء الله يا حبيبتي. ادعي لي يا ندى، ادعي لي إن أنا ألاقيها. إن شاء الله يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا ندى. بصي يا حبيبة قلبي، نعم، خدي ال 500 جنيه دول خليهم معاكي. لا ده كده كتير. مش كتير عليكي ولا أي حاجة تكتر عليكي يا حبيبتي، وكمان ادخلي جوه عندك المطبخ، عندك التلاجة وعندك الخزين، خدي اللي يكفيكي الشهر كله. ربنا يخليكي يا أختي يا حبيبتي. ويخليكي. مش عارفة من غيرك كنت عملت إيه. أنا عايزاكي تدعي لي بس إن ربنا يرجع لي غزل. إن شاء الله هدعي لك يا حبيبتي. ربنا يخليكي. مش عاوزة أي حاجة. تسلمي لي يا حبيبتي. تبقي عدي عليا على طول. حاضر يا حبيبتي. ماشي هنا، اتفضلي. كل سنة وأنت طيبة يا مكة. اصلا انا اللي عايزه امسح العربيه، انا اللي جيت الاول. لا انا اللي مسحتها الاول. وانت اسمك ايه؟ انا اسمي امنيه. طب ايه رايكم بقى، انا هراضيكي وهراضيها بجد يا طب؟ بجد من غير علاج، خليكم اصحاب واخوات مع بعض. ربنا يخليك ويكرمك يا رب، ده انت طيبه قوي يا طن. شكرا على الدعوه الحلوه دي. ماشي يا طن. بصي انا مش معايا فكه، معايا 20 جنيه، انت 10 وهي 10، تمام؟ يلا اتفضلي. ماشي بقى، انا عايزه اجيب بتاعتي. فكوها فكوها، وكل واحد ياخد حقه. انا عايزه اجيب بتاعتي دلوقتي. ربنا يخليك يا طن. من غير علاج، خليكوا اخوات. شكرا يا طن. ماشي يا حبيبتي. اكياس تقيله تعبتني، مريح ايدي شويه. قال ايه بتقول؟ اللي يلاقي بتها هتديله 100,000 جنيه، وانا حته 500 جنيه بتديهم لي كل شهر، وتقولي ادخلي المطبخ خدي اللي انت عاوزاه، خزين البيت لحمه فراخ زيت سكر. ده بيقولوا حتى ان الاخوات ما بتعوضوش، يعني هي ممكن تجيب بنت تانية، اما اختها مش هتعرف تعوضها تاني. ده انا لو معايا ال 100,000 جنيه دول كنت عملت عمايل، كنت عملت اللي محدش عمله. خلاص ماشي أمنية. نعم. في عربية هناك اهي، انا اروح امسحها بقى وانتي لا. بس طيب. خلي بالك ما تنسيش العشرة جنيه بتاعتي ولا تضحكي عليا. خلاص بقى يا مات. ماشي يا أمنية. تعالي حبيبتي وريني المعلم. ماشي حاضر. كل واحد هياخد حتة. ماشي ماشي ماشي. خدي انتي الاول يلا. بنت أمنية. نعم يا معلم. ايه اللي جابك من الشغل يا بنت؟ سبت الشغل ليه؟ طنط عايزاك. وايت ليه تراضيني؟ راضيني يلا. اراضيكي؟ ايوه. مش انت وعدتيها؟ راضيها.
ولا جايه لي وعايزه تتحكي عليها؟ لا 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 هرضيها حاضر. طب يلا اتفضلي 20 جنيه اهي. 20 جنيه بس؟ امنيه روح على شغلك يلا. حاضر يا معلم. يلا يا امنيه قولي لي بقى انت عايزه ايه. بص يا معلم انا سمعت ان انت عندك بنات كتير قوي. ايوه. بتجيبهم منين بقى؟ اهالي ما عندهاش دم بيرموا عيالهم في الشارع وانا باخدهم عندي وباكلهم وبشربهم. قولي لي بس ايه اللي يخصك. بص يا معلم انا اختي بنتها تايهه منها من 5 سنين. تمام. وقالت اللي يلاقيها ياخد 10,000 جنيه. 10,000 جنيه؟ اه. وانا عاوزه بنت من عندك عندها حوالي 8 سنين كده. تمام تمام. وايه الكياس اللي معاكي دي؟ دي فيها فراخ ولحمه. طب هات الكياس دي تخصني. اتفضل يا معلم مفيش حاجه تغلى عليك. بنت يا صباح تعملي معانا يا بنت النهارده. تعالي معايا. ماشي يا معلم. يلا كل يا حبيبتي عشان تعرفي اللي باكلهم. بس دي فروس لقيتها قدام البحر. تمام تمام. وديت هند لقيتها قدام الجامع. ودي بقى دهب كانت تايهه في الشارع. تايهه؟ اه. انت بقى عايزه انا واحده فيهم ولا تاخدي الثلاثه وتديني 30,000 وخلاص؟ لا لا انا عايزه بنت واحده بس. بس انت عندك كام سنه؟ يعني ايه دي ما تعرفش؟ حوالي كده عندها 8 سنين. 8 سنين؟ اه. حلو قوي. دي هي دي اللي انت عايزاها؟ اه عاوزه دي. تدفعي لي 10,000 جنيه الاول وتستلميها. تمام تمام. حاضر. اتفضلي. ماشي حاضر. بنت انت وهي كله يلا عشان تشوفوا الشغل اللي وراكم. ماشي يلا كله. عايزه يا فريوز؟ لا. ماشي. بس هنا ايه؟ اقفي كده. هنا؟ طيب انا هاجي معاكي يا ندى. لا اديني الفلوس وانا اروح اجيب لك بنتك لحد عندك. طب يعني انا عايزه اسالك على حاجه. قولي يا حبيبتي. انت متاكده ان هي بنتي يا غزل؟ انت متاكده؟ بنتك هي بنتي يا ايه. ده انا خدت بنتك في حضني وطبطبت عليها وطمنتها. انا عارفاها يا ايه هتوه عني يعني. ربنا يخليكي ليا يا اختي حبيبتي. لو جيتي معايا الناس هتطمع فيكي يا ايه. ده كان عاوز 1,000,000 جنيه. مليون؟ لو شافك هيقول 2,000,000 جنيه. لا 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 ماشي يا ندى. هات الشنطة وانا هرجع لك بنتك ان شاء الله. طب انت متاكده والنبي ان هي غزل بنتي؟ بنتك يا بنتي انا عارفه بنتك كويس. هتوه عني يعني. ربنا يخليكي يا ندى. انا عارفه اللي عندك يا حبيبتي. ماشي خليكي هنا. ما تتحركيش من هنا. حاضر. بس اوعي تتحركي. لا لا بس ما تتاخريش عليا من النبي. ماشي يا حبيبتي. ماشي. يا رب يا رب رجع لي بنتي في حضني يا رب. الحمد لله كل الخير اللي بعمله قعد لي. الحمد لله يا رب الحمد لله. محمود ايه اللي غيبت كل دوت؟ معلش الفلوس اهي. وريني اشوف. كل دي فلوس؟ عارفه ايه انا اكبر مبلغ مسكته في حياتي كان 2,000 جنيه. بص يا محمود اديني إيه؟ رزمه ب 10,000 جنيه. رزمة. هي عداهم قدامي الرزمه 10,000 جنيه. تمام انا اروح ادي الفلوس دي للمعلم ويديني البيت. خلاص ماشي. ماشي تمام. ماشي. تعرف ده انا لما ادي البت لاختي هتديني زيهم تاني. انا عارفه اختي. اه الحلاوه. اه ماشي انا مستني الحلاوه. ماشي خلاص. ماشي, ماشي. مستنيكي. بص الواطيه بعد اختها ناخد بعضي واخلع. طب اخلع دلوقتي ليه؟ استنى ناخد الحلاوه كمان واخلع. اتجوز عليها دي ممكن تبيعني اي وقت. بت يا دهب. نعم. افرحي يا بت. ليه؟ بقى ليكي اب وام. اب وام؟ وانت ماشيه معاها في الطريق هتعرفك يعني ايه اب وام. ماشي. طب عايزه اقول لك على حاجه. قولي. هو انا هناك همسح عربيات برضو؟ تمسحي عربيات؟ ده انا اللي همسح لك العربيه. بقول لكم ايه يا بنات؟ نعم. سلموا على دهب عشان مش هتشوفوها تاني. هتوحشيني قوي يا دهب. وانت كمان يا مات. يا بختك يا دهب هيكون ليكي اب وام. وانت كمان يا هان. توحشيني قوي يا دهب. وانت كمان يا امنيه. بس يا بختك يا دهب انت هيكون عندك اب وام وهيفسحوكي ويجيبوكي لبس. وكمان عايزه اقول لك على حاجه ياكلكوا لانشون وباستيرما وبيفي. بجد؟ ايوه يا بختك يا دهب. وهتنسينا اكيد صح؟ لا يا امنيه اكيد مش هنساكي ما تخافيش. بجد يا دهب؟ بجد. هتوحشني قوي يا معام. وانت كمان يا دهب هتوحشيني ما تنسانيش. لا ما تعرفش.
فين الفلوس؟ الفلوس؟ حاضر، الفلوس اهي. تمام. ماشي. دهب. نعم. روحي معاها يلا يا دهب. ماشي. يلا يا دهب. وحشيني قوي يا دهب. وانت كمان، طب انا رايحه فين؟ تعالي بس. هي هتعرفك في الطريق. مع السلامة يا دهب. بقول لكم ايه؟ يلا كله على شغله يلا. حاضر. يلا. حاضر. اتأخرتي كده ليه بس يا ندى؟ يا رب هون عليا الوقت يا رب. يا ترى يا غزل لما تشوفيني هتعرفيني؟ يا ترى شكلك بقى عامل ازاي؟ بقيتي طويله ولا قصيره؟ شعرك طويل ولا قصير؟ يا ترى بتاكلي ولا ما بتاكليش؟ بتشربي ولا ما بتشربيش؟ يا رب هون عليا الوقت يا رب. انا مش فاهمه بس هي ندى ليه مش عايزه تقولي هي كانت عايشه فين ومع مين؟ بس يا رب ترجع لي بالسلامه يا رب. نفسي اخدك في حضني يا بنتي يا رب يا رب. بص يا بت. نعم. انت اسمك دهب صح؟ اه. من هنا ورايح اسمك غزل، عشان انا دلوقتي هوديكي لامك. ايه ده، هو انا عندي ماما؟ اه عندك ماما. بجد؟ ده انت عندك ماما وبابا وهتعيشي في نعيم. ده انت هتاكلي لانشون وجبنه بيضه وبسترما ولحمه وفراخ. بجد؟ بجد. طب هي شكلها عامل ازاي؟ حلوه حلوه. ماشي، بس اهم حاجه تشوفيها دلوقتي تدخلي في حضنها وتقولي لها ماما حبيبتي وحشتيني. ماشي. 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 تعالي معايا يلا. بنتي هجيبها لك، اي حاجه انت عايزاها هجيبها. لا 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 شكرا، مش عاوزه منك اي حاجه. لا والله يا ندى، بنتك هي بنتي والله. ربنا يخليكي، اطلبي بس مني اي حاجه وهعمل لك كل اللي انت عايزاه. ده انت رجعتي لي روح. رجعتي لي روحك الضايعه مني يا ندى والله. انت لو عاوزه تعملي معايا واجب، جوزي شاف دكان كده عامل 300,000 جنيه. ماشي يا حبيبتي، جيبهولنا. ماشي ماشي طبعا، ايوه طبعا، حاضر من عينيا الاثنين. 300,000 جنيه بس، ده نديكي كل اللي انت هتديكي عليا كمان. ماشي ماشي. ايوه. وحبة بضاعة بقى عاملين 200,000 جنيه. ماشي طبعا، ايوه حاضر. وماله اللي انت عايزاه يا حبيبتي؟ اللي انت عايزاه كله عاملهولي واجيبهولك. اللي انت عايزاه ده انت لو تطلبي مني عينيا هديهالك. ده يعني انت هتديلي 500,000 جنيه؟ ايوه يا حبيبتي، ده انت رجعتيلي فرحة عمري، فرحة عمري. يا ربنا يخليها لك يا رب، يا رب ربنا يخليها لك. ربنا يخليها لك. حشتيني. مبروك يا حبيبتي، مبروك مبروك. حشتيني يا بنتي. حشتيني يا ماما، حشتيني قوي. حشتيني يا بنتي، وحشنا حضنك يا حبيبتي. يا حبيبتي هطلب منك طلب صغير يا حمي. قولي يا حبيبتي اللي انت عايزاه. عاوزين شقة. شقة؟ الشقة اللي احنا قاعدين فيها الراجل كل شوية خبط علينا، عاوز الإيجار، عاوز الإيجار. شوف لنا شقة تمليك والنبي. يا ندى يا ندى، ده انت بقول لك تطلبي مني عينيا تقولي لي شقة و500,000 جنيه؟ ده انا اديك عمري كله، حياتي كلها. ربنا حياتي كلها. ربنا يخليكي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. يلا يا غزل لفي ركبي العربية. يلا تعالي روحي بقى اوريكي اوضتك وبيتنا والحاجات كلها. ايوه طبعا. يلا يا روحي يلا. تعالي يا تعالي يا حبيبتي تعالي. اتفضلي اتفضلي. يلا يا حبيبتي اتفضلي. يلا 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 يا ندى. حاضر حاضر.